طيب هنتكلم النهارده ان شاء الله في اخر شابتر في اخر سمستر على نتورك ترابل شوتنج. هنعرف ازاي نقدر نعمل ترابل شوت للنتورك بتاعنا. مبدئيا بيقول لي ان انا هعمل حاجه اسمها البيز لاين. ايه البيز لاين ده؟ البيز لاين ان انا جنرالي بحط كده كبيز لاين او كقيم بقارن عليها، بقول مثلا يعني زي حاجه بتقيس او بتقيم الاداء بتاعي. معنى كلمه بيز لاين بشوف النتورك بتاعتي الديزاين بتاعها البرفورمانس بتاعه، انا اكسبكتد منها برفورمانس ازاي، يعني الداتا هتمشي بريت قد ايه، هيحصل الريلايبيليتي بتاعتها قد ايه، مثلا 99% لاكتر شويه. اوكي لا ما ينفعش ان هي تبقى الريلايبيليتي تقل عن 100%. بحط بيز لاين اللي على اساسه هقدر اقرر النتورك بتاعتي دي شغاله كويس ولا فيها مشاكل. اوكي فبيقول لي في 3 كومبوننتس هنتكلم عنهم: النتورك توبولوجي دايجرام، شكل النتورك توبولوجي بتاعتنا، والنتورك كونفيجريشن تيبل، الكونفيجريشن تيبل اللي عامل الراوترز ازاي والسويتشز ازاي، والان سيستم كونفيجريشن تيبل زي اليوزر الفلاني ده عنده ويندوز 7 مثلا وده عنده كلاينت كذا والسيرفر ده عليه لينكس الفيرجن الفلاني او الاديشن الفلاني وهكذا. النتورك توبولوجي دايجرام بمنتهى البساطه عباره عن لوجيكال اركتكشر في شكل التوصيل بتاع الاجهزه. ايه معنى كلمه لوجيكال اركتكشر؟ معناه ان هو مش بيقول لي احنا خدنا في سمستر 1 لو الناس تفتكر خدنا الفيزيكال كونكشن اللي قلنا فيه اللي هي الفيرتيكال والايه والهوريزونتال كيبلنج والفرق ما بينهم وده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه، تمام؟ لكن ده اسمه لوجيكال، مش بيقول لي الفيزيكال كونكتيفيتي ماشي ازاي فعلا. ممكن يكون بيعدي على باتش بانلز، بيعدي على حاجات تانية في النص. اوكي اللي هو اللوجيكال اركتكشر. طيب بعرف منه بعض الحاجات اللوجيكال اركتكشر زي الاي اس بي بتاعي، الاي بيز بتكون واضحه عليه، التوبولوجيز او النتورك الوانز بتاعتي الوان شغاله ازاي، ممكن فريم ريلي جزء والجزء الثاني تريبل بي. وبعدين ثاني حاجه عندي نتورك كونفيجريشن تيبل، ده بيكون تيبل اكيوريت واب تو ديت، مجرد ما تعمل اي تشنج في اي حاجه في النتورك بتاعتك بتوصفها. بمعنى انت عندك الراوتر الفلاني الكاتاليست او موديله بتكتب الانترفيسز بتاعته والماك ادريسز بتاعها والاي بي ادريسز والسب ماسك والراوتنج البروتوكول بتاعها، ده از ريفرنس بوينت بالنسبه لك. معايا يا شباب كده؟ و بتستخدمه لو حصل اي تشنج. تاني حاجه اللي قلنا او تالت حاجه اللي قلنا عليها الان سيستم كونفجريشن، زي ما قلنا السيرفر الفلاني الاي بي ادرس بتاعه كذا والدي ان اس والكونفجريشن بتاعته وعليه ويند سيرفر ولا لا. الويند سيرفر طبعا دي حاجه زي ايه؟ زي دي ان اس كانت بتشتغل حاجه اسمها نت بايز نيم، الناس ان شاء الله ركبت مايكروسوفت. اوكي على الابلكيشنز اللي عليه كذا وكذا والهاي ايه باندويتس ابلكيشنز، لو عليه ابلكيشنز محتاج سبيشال باندويتس زي لو عليه حاجات ايه ستريمنج او حاجات فويس. اوكي يا شباب يبقى انا كده عرفت ان عشان اعمل نتورك بيز لاين بس او عشان اعمل نتورك ترابل شوتنج بيبقى عندي ثلاث حاجات: التوبولوجي دايجرام، وثاني حاجه الكونفيجريشن تيبل، واخر حاجه الاند النتورك كونفيجريشن تيبل اللي هو خاص بالاند سوري خاص بالنتورك ديفايسز، واخر حاجه الاند سيستم كونفيجريشن الخاصه بالاند يوزرز. في طبعا كومنت بستخدمها ومهمه جدا يسفل بالنسبه لي او موضوع الترابل شوتنج زي البنك بتست كونكتيفيتي والتلنت بلوجن ايه ريموتلي او زي الاس اس اتش، بعد كده الاي بي انترفيس بريف زي ما قلنا بيجيب لي ايه ديسبلاي الاب والداون ستيتس بتاعتي. اوكي وفي بعد كده الشو اي بي راوت بيعرض لي راوتنج تيبل طبعا، والسي دي بي نيبرز بيعرض لي النيبرز بتوع او ديتيل سوري بتوع النيبرز بتوعي شو سي دي بي نيبر ديتيل. الكومنتس ديت على الاقل في اي امتحان بستخدمهم مره او اثنين، خصوصا اخر كومنت والكوماند اللي هو شو سي دي بي نيبر ديتيل. اما يجي يقول لك انت في راوتر عند محمود وعايز تخش تشوف حاجه عند اسلام او عند محسن او احمد محسن تعمل ايه؟ تعمل شو سي دي بي نيبر ديتيل هيجيب لك اللي جنبك، تمام؟ ده لو كتبت شو سي دي بي نيبر بس هيجيب لك الكلام ده، لكن ديتيل بيجيب لك ايه يا حسين؟ بيجيب لك الكونفجريشن الاي بي كونفجريشن بتاعه اوكي بتاع اللي جنبي بتاع النيبر بتاعي، من غير ديتيل مش هيجيب لي الاي بي ادريسيز. اوكي كده؟ طيب ازاي بعمل ايه البيز لاين او نتورك بيز لاين دوت؟ بيقول لي ايه؟ شوف النتورك بتاعك البرفورمانس المفروض تكون شغاله قد ايه؟ و بعض الحاجات بقى تحطها كده تخلي النتورك بتاعتك ميجرمنت تقيس على اساس النتورك دي شغاله ولا لا؟ زي الافرج ايه؟ تايم او برفورمانس بتاعك اثناء النهار هيكون عامل ازاي؟ كلنا طبعا عارفين من الحياه العمليه او من الواقع ان الساعه 9 الصبح بيكون البرفورمانس بتاعنا بطيء شويه، ابطا من البرفورمانس في النتورك مني بتلاقيه حوالي الساعه من 11 او 12 للساعه 2، تمام؟ ده في ده جنرال مثلا في الشركات بتلاقي لو كل الناس شغاله او اكتر وقت بيكون الترافيك بتاع النتورك بتاعنا ايه بيزي ديورنج الوقت ده الصبح طبعا عشان ايه
اوثنتيكيشن واليوزرز بيفتحوا البي سي بتاعتهم. اوكي طيب بعد كده النتورك بتاعتك السلام بعد كده شباب بايه بشوف النتورك هل هي بتميت الاندفايند بوليسز ولا لا. يعني انت عامل بوليسي مثلا ان التلنت ما ينفعش غير من على الجروب الفلاني او مع اليوزر الفلاني يا محمود. اوكي يا ترى الجروب دوت او البوليسي ديت شغاله ولا لا. بعد كده اكتر نتورك او اكتر نتورك بارت انت مستخدمه كذا حاجه بتشوفها بتشوف ازاي النتورك بتاعتك ايه البرفورمانس بتاعها ايه اللي بتعمله مونيتورنج النتورك بتاعك وايه الاقل من البيز لاين بتاعك وايه الاعلى منه. اوكي طيب عشان تعمل الكلام ده بتعمل 3 ستيبس بنشتغل ثلاث خطوات. الخطوه الاولانيه بحدد الداتا اللي انا هجمعها. يعني ايه بتحدد الداتا اللي انت هتجمعها؟ يعني بتشوف انت هتعمل بيز لاين على ايه؟ هقارن ايه؟ هقارن البرفورمانس بتاع السويتشز والراوترز ولا هقارن البوليسز ولا هقارن اليوتيلايزيشن ولا هقارن ايه بالظبط؟ الناس فاهم قصدي ولا لا؟ انا عايز اقول لك انا بعمل بيز لاين بشوف النتورك دي شغاله كويس ولا وحش. طيب كويس ولا وحش ريتد لايه؟ لازم يكون عندك ثريشولد او بيز لاين حاجه بتقارن على اساسها. لو انت مثلا عندك النت في البيت سرعته ما بتقولش عن كذا كده النت شغال بسرعه كويسه. معايا شباب كده؟ فانت بتحط بيز لاين. طب اول حاجه عشان تحط البيز لاين دي بيقول لي حدد الداتا انواع الداتا اللي انت عايز تجمعها. بمعنى انا محتاج اعرف الانترفيسز، محتاج اعرف البوليسز، محتاج اعرف كذا اليوتيلايزيشن. خلي بالك لو قعدت تلم معلومات كتير جدا 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 على كل حاجه في النت هتلاقي الدنيا عندك ايه؟ الدنيا ساحت منك. الناس فاهمه؟ طيب لو جمعت او لو لميت انفورميشن صغيره قوي مش هتبقى عندك النتورك بتاعتك كلها ايدنتيفايد، هتبقى بعض الحاجات ممكن تقع من غير ما تستاهل. الناس فاهمه ولا لا؟ طيب الانترفيس يوتيلايزيشن والسي بي يوتيلايزيشن كل ما بتزيد يبقى كويس ولا وحش؟ يعني لو لقيت السي بي يو بتاعك اليوتيلايزيشن بتاعته 100% ده كده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه طبعا؟ ها؟ وحشه؟ اكيد طبعا. والانترفيس يوتيلايزيشن برضه يعني ايه يوتيلايزيشن يا شربيني؟ يوتيلايزيشن يعني كم المستفاد من الماكسيمم المستفاد. بمنتهى البساطه يعني البروسيسور بتاعك مثلا كور اي 5 هو بيشتغل كذا بروسيس بير سكند كذا بروسيس بير سكند. لو وصل للفول معناه ان في مشكله عندك في الجهاز. برنامج بقى فيه هانجنج، برنامج مهنج، في مشكله في حاجه، في مشكله في هاردوير تمام؟ في مشكله في الفانا مش شغاله بتاعت البروسيسور ايا كان. طب الانترفيس نفس الكلام. انا عندي في اليوتيلايزيشن بتاعتي المفروض الانترفيس ما بيوصلش لايه؟ لاعلى ال 100% من البرفورمانس او سوري اليوتيلايزيشن بتاعته. خلي بالك في فرق شاسع بين البرفورمانس واليوتيلايزيشن. برفورمانس يعني ايه؟ يعني ينفع لو انت عايز يوصل ل 100 ميجا بت بير سكند في فاست انترنت يوصل. لكن اليوتيلايزيشن اللي هو 100% يوتيلايزيشن اللي هو يفضل دايما شغال ب 100% من ايه؟ السبيد بتاعته. Which is not ايه؟ ريكومندد او هو الديزاينر اصلا ما بقاش عاملها كده. يعني انت لو عندك نتورك عايز تكرنتي او تضمن ان هي تشتغل فول تايم بالماكسيموم سبيد بتاعتها لازم تحط سرعه اعلى منها. يعني عايز دايما يشتغل بسرعه 100 لا اشتغل حط حاجات جيجا. الناس فاهمه؟ طيب يبقى قلنا اول ستيب نحدد الداتا اللي انا عايز اجمعها. ثاني ستيب بتحط بقى الايه؟ الكي ديفايسز اند بورتس بتاعتك. يعني الراوتر ده مهم، السيرفر ده انا هحتاجه، السيرفر الثاني لا ده فايل سيرفر مش من داتا قوي او ده باك اب لحاجه ثانيه. الناس فاهمه ولا لا؟ الانترفيسز السريه دي واصله بالوان دي مهمه جدا. الانترفيس الثاني ده باك اب ممكن يشتغل وممكن لا. بتديفاين ايه؟ الكي ديفايسز والكي بورتس بتاعتك الحاجات المهمه او الاجهزه المهمه اللي عندك. اوكي؟ وتالت حاجه بتشوف الديوريشن البيز لاين ده هيكون قد ايه. يعني انا عايز اتست البرفورمانس بتاعي. اكيد مش تست برفورمانس خلال نص ساعه او خلال دقيقه هو اللي هيقول لي النتورك عندك ماشيه ازاي. الناس فاهمه قصدي ولا لا؟ انت بتعمل التستنج دوت زي مثلا لمده اسبوع. شوف الدنيا النتورك عندك ماشيه ازاي خلال اسبوع. معنى ايه خلال اسبوع؟ ان كل الناس عارفه مثلا او جنرالي ان ايام الجمعه او السبت بعض الشركات بيكون فيها ناس شغاله وناس لا. فده مش يوم نميجر عليه. يوم الحد دايما هو اكتر يوم فيه اعطال في اي نتورك. الناس فاهمه؟ مني كده من خلال الخبره او من الناس اللي شغاله هتلاقي ان يوم الحد هو اكتر مشاكل بيبقى فيه اعطال. بعض اليوزرز مثلا يوم الاربع او بيبقى عنده مشكله في جهازه وبياخد الخميس اجازه او كده تمام؟ فانت بتقدر تحط فتره او ديوريشن اللي على اساسها بتطبق البيز لاين دوت او بتست النتورك بتاعتك بحيث تشوف هل هي هتميت الكلام دوت ولا لا؟ هتوصل للليفل اللي انت حاطه ولا هتقل عنه؟ اوكي؟ فبيقول لي ان هو مده اسبوع ده حاجه كويسه بس خلي بالك
بس خلي بالك انك ما تحطش ديوريشن كبيره جدا، ما تحطش ديوريشن ايه تزيد عن 6 اسابيع. اوكي، ما تقولش انا تست النتورك بتاعك مثلا في سنه. اوكي شباب، طيب طبعا هنشوف ازاي ان الميجر النتورك بيرفورمانس بتاعي، وده بيختلف طبعا من فيندور لفيندور تاني عن طريق بعض البروتوكولز وبعض الابلكيشنز. نتورك ميجرنج نتورك بيرفورمانس داتا، هنشوف المانيوال داتا كولكشن ازاي بقدر استخدم الكونفيجريشن الحاجات المانيوال بتست بيها انا، او استخدم بعض الابلكيشنز اللي بتحل الكلام دوت او اللي بتقدم لي الكلام ده. طبعا الكومنت زي الايه الشو فيرجن والشو في لان والشو بورد شو رانينج وشو ار وشو اي بي راوت شو انترفيسز. اوكي طيب، عشان تعمل ترابل شوتنج للنتورك بتاعتك او تهندل النتورك ايشوز، في كذا اقتراح او كذا تصور. التصور الاولاني اللي هو انك تمسك النتورك تقعد تحلل كل حاجه فيها. بمعنى ايه يا شباب؟ انا عندي نتورك واقعه، مش المشكله الاسرع او الاهم سوري ان انا اقوم النتورك، المشكله الاهم ان اعرف ايه اللي وقع النتورك نفسها ولا لا. انا عندي فيه فيلير في الانترنت. السيناريو الاولاني انك بتشوف السبب علشان تحلل هو جه منين وتعرف ازاي تمنعه بعد كده وتدوكيمنت الموضوع. اوكي كده؟ طيب التصور الثاني، انت بتقعد تغير كل حاجه في اي حاجه عشان تقوم خلاص. عندك كريتيكال او في الدنيا واقعه في مشكله. والله في مشكله في الكابل، شيل الكابل ده يا ابني وركب كابل ثاني شوف. لا طب شيل السيرفر عندك، شيل البورت ده او السلوت دوت، حط حاجه ثانيه. اشتغل ترايل اند ايرور كذا حاجه بحيث الدنيا تقوم، بعد كده ابقى فكر براحتك، اهم حاجه ما تعطلنيش. الناس فاهمه؟ بعض الشركات بتشتغل كده وبعض الشركات بتشتغل كده. خلي بالك انت ممكن في السيناريو الاول يكون عندك باك اب او ريدندنت. ايوه ما بقول لك تمام. انا بتكلم في الابلكيشن الاول انك تقعد بقى ايه تجرب كل حاجه او تفكر في كل حاجه تفكير عميق وتسجل كل حاجه. ده ممكن يكون عندك حاجه باك اب لدوت، يعني عندي مثلا كونكشن بتاع شركه ده وقع، اشوف المشكله فين واقوم الايه ريدندنت او باك اب بتاعه او الانترنت بتاعه. وفي الحالتين مهم جدا انك تعمل ايه يا شباب؟ انك تدوكيومنت اللي حصل عشان تبقى ريفرنس عندك. اوكي؟ طيب يبقى بيقول لي لو سواء اشتغلنا باي ابروتش منهم عشان نعمل ترابل شوتنج، ان لازم نعمل ايه؟ لازم نخلي عندي نانلايز نتورك ازول. طبعا نبص على النتورك كلها البرفورمانس ايه اللي حاصل فيها؟ ايه المشاكل اللي فيها؟ ما نبصش على كل جزء لوحده ونفصله عن الباقيين. تمام؟ ان ممكن يكون عندك مشكله مثلا في الاوثنتيكيشن في السيرفر. اليوزر لما يجي يخش الصبح على الجهاز على الاكونت مش عارف يدخل. تمام؟ مشكله مش لازم تكون في السيرفر ده. ممكن تكون مشكله مثلا في الراوتر او في السويتش او في الكور اللي موصلك على السيرفر. الناس فاهمه ولا لا؟ في مشكله في الباور بتاع جهاز في النص، راوتر او سويتش في النص، فمش بيوصل الناس للسيرفر، كل شويه يفصل، فكل ما يفصل بيعمل ستارت فبياخد وقت. الناس فاهمه؟ طيب وبعدين بيقول لي ايه اسيمتريك ابروتش مينيمايز ايه كونفيوجن اند كات داون تايم اذروايز. يعني اما تعمل بقى السيمتريك ابروتش بمعنى انك تجمع يبقى عندك شويه معلومات وتغير شويه حاجات اللي هو حاجه ايه ان بتوين ما بينهم. تمام؟ ما تبقاش كل النتورك عندك انت قاعد عمال تيست وتحلل كلاب منفصل عن الحياه العمليه، او انك تقعد عمال تغير من غير ما تفكر. الكونكشن ده فاضي فاصل، طب شيل ده حط ده، طب اعمل ده وهات ده غير ده وده. تمام كده؟ طيب والمهم في كل الحالات انت لازم تدوكيومنت ايه اللي حصل عشان يبقى عندك ريفرنس بوينت وترجع له. بيقول لي يوزنج لايرد موديل فور ترابل شوتنج، عندي المودلر او الموديل البروتوكولز اللي كانت عندي اما الاو اس اي او التي سي بي اي بي اللي هو الاو اس اي لايرد موديل سيف لايرز او تي سي بي اي بي بروتوكول سوت او ستاك اللي هو فور لايرز. اوكي الاو اس اي ريفرنس موديل بيقول لي لو في مشكله عندك في الابلكيشن او في البرزنتيشن او في السيشن، فدي مقصود كلها تعتبر ايه ابلكيشن ايشوز، ودي كلها بتكون مني في السوفت وير. اليوزر يقول لك والله البراوزر مش شغال، الاوتلوك او اللوتس نوتس برنامج الميل عندي فيه مشكله، الجهاز تقيل، الويندوز مش بتفتح او ما بتفتح بتقعد تجيب الشاشه السوداء مثلا الكي بتاعها اكسباير او ايا كان. تمام؟ بعد كده عندي ترانسبورت والنتورك، ده سوفت وير ايشوز. سوفت وير مثلا يقول لك ايه اليوزر انا مش عارف اخش ادولود حاجه من السيرفر بتاع الشركه، انا بخش على السيرفر بس مش عارف ادولود، بفتح الميل بس مش عارف ادولود الاتاتشمنت. اوكي كده ممكن يكون حاجه
الفرق بينها وبين اللي قبليها. تمام، اللي قبليها يا بسام في مشكله جنرال في السوفت وير زي برنامج البراوزر. تمام، الثاني لا، انا ممكن اكون بخش على الويب سايت بس مش عارف اسلف عليه او مش عارف اداونلود منه حاجه. فاللي فوق ده بيكون مشكله مثلا في الويندوز او في الاو اس، اللي تحت ده مشكله ممكن تكون في الاكسس كنترول ليست، ممكن تكون مشكله في البورتس، في بورتس مقفوله عند اليوزر معايا. فقلنا الهاير لايرز اللي هي الابلكيشن برزنتيشن سيشن دي مشكله في السوفت وير او مين اللي مقصود فيها اليوزر او اس او الاوبريتنج سيستم اللي عند اليوزر. لكن اللي تحت بيكون بعض الحاجات في الترافيك فالسوفت وير ايشوز برضه. اوكي، اخر حاجه الداتا لينك والفيزيكال الهاردوير فيلير، بمعنى او في مشكله في الهاردوير. مقصود ايه بالهاردوير؟ يعني اليوزر مثلا شايف عنده الكيبل انبلج او في مشكله في الكيبل، قد يكون مشكله في الكابل، قد يكون مشكله في السويتش، قد يكون مشكله في الانتر في الـ في الـ في النت او النتورك انترفيس كارد عند اليوزر. معاك يا باشمهندسين؟ فكونك تستخدم ريفرنس موديل دوت ترمينولوجي هيسهل معاك جدا الموضوع بتاع ترابل شوتنج. انت بتحدد انت في انهي جزء وتبدا تفكر فيه. والله لا، ده بيقول لي انا عندي الجهاز شغال تمام، الويندوز ما فيهوش او الاوبريتنج سيستم عندي ما فيهوش مشكله، بس عندي مثلا مش بعرف ادونلود حاجه، او السايت الفلاني ده بيفتح معايا في وقت تاني ما بيفتحش. فانت كده هتحدد شغال في الجزء بتاع النتورك او ترانسبورت لاير، زي ما نشوف الكلام ده كله ديتيلز البارت الثاني ان شاء الله في الكورس بتاعنا من الشابتر بتاعنا. اوكي، سواء كان في اللور لايرز كلها دي بنسميها داتا ترانسبورت ايشوز، دي حاجات خاصه كلها بنقل الداتا. ببدا اشوف بقى والله في مشكله في الابلكيشن، يبقى في مشكله في الاند سيستم او في الكمبيوتر عند اليوزر او في الاوبريتنج سيستم اللي عليه، لو في مشكله في الفاير وول او في الراوتر او في المالتي لاير سويتش ببدا اشوف السيشنز دي او العكس. يعني لو لقيت عندك مشكله عند اليوزر مش عارف يداونلود حاجه وبيعرف يكونكت على السيرفر، بخش على الويب على الميل بتاعي، بدخل على الميل بيخش عندي حاجتين، عندي من طريق حاجه زي الاوتلوك وحاجه عن طريق الويب. بيفتح مثلا اوتلوك وما بيفتحش ويب. الناس فاهمه؟ يبقى البورت يبقى السيرفر شغال بدليل ان هو بيفتح ويب او بيفتح اوتلوك، ومش شغال ان بيفتح على بورت منهم وبورت تاني لا. ابدا ادست في الفاير وول بقى. تمام كده؟ يبقى هبص على الترانسبورت والنتورك تشوف الايه؟ الداتا او الانفراستراكشر اللي مسؤول عن الكلام ده. طيب في مشكله عندي في الكونكشن، كل مشكله يحصل كل شويه ابص الاقي اليوزر الكابل بتاعه دايما ما بيبعتش ترافيك، او الترافيك عنده هو شايف نتورك بس مش عارف يبعت ولا يستقبل اي حاجه، ما بيخش على اي حد. قد يكون في مشكله في الايه؟ في الهاب او في السويتش اليوزر واصل عليه. اوكي؟ قد يكون البورت الكابل بتاع اليوزر مفكوك او الكونكتور او الار جي بتاعه اتكسر، لان اي سي بايظ عمل حاجه فعمل فيوليشن للايه؟ اسمه ايه؟ البورت سكيورتي اللي انا عاملها. انا عامل بورت سكيورتي على السويتش. اوكي؟ فابدا تيست او اشوف المشكله الناتجه عند اليوزر دي منين؟ التي سي بي نفس الكلام، بيقول لي ابلكيشن لاير هي ايه زي ما قلنا بتاجريجيت 3 لايرز، والسوفت وير نفس الكلام اللي قلناه في الاو اس اي. هل يبقى عندك مشكله لو جه يسالك مثلا لو انت عندك في السيشن لاير او برزنتيشن في الاو اس اي هيترفير لانهي ايشو في تي سي بي اي بي ريفرنس موديل؟ الناس كلها عارفه ما بين التو موديلز صح ولا لا؟ الفيزيكال والديتا لينك اللي هي النتورك اكسس، النتورك هي الانترنت، الترانسبورت هي السيشن برزنتيشن والايه والابلكيشن، عملوا ابلكيشن في لاير واحده سميناها الابلكيشن او اس اي لاير سوري تي سي بي اي بي موديل. طيب ازاي بقى تعمل ترابل شوتنج لاي نتورك، او ازاي تجمع انفورميشن او تشوف المشكله ماشيه ازاي؟ ترابل شوتنج عموما ان هو ازاي تعرف المشكله وتحلها ثم تمنع في الترابل. ده معنى كلمه ترابل شوتنج. اول حاجه بيقول لي الجزر سامسون، يعني اجمع الحاجات الصغيره او النقط اللي عندك في النتورك بتاعتك، بمعنى اعمل بنج على جهاز شوف الجهاز ده شغال ولا لا، اعمل تلت على البورت الفلاني شوف البورت دوت شغال ولا لا، اعمل كذا كذا. اوكي، بعد كده بيقول لي ايزوليت ذا بروبلم، حدد المشكله اعرفها وقول له هي دي المشكله وتاكد ان هي في الجزء ده بس يا شربيني. معايا يا محمد؟ طيب ثالث حاجه بيقول لي كوريكت ذا بروبلم، انت لقيت عندك مشكله في الهارد او في سوري في الراوتر ده، فانت كده عرفت المشكله في المكان الفلاني، فابدا اعمل او حل المشكله دي، غير الراوتر او غير الكونفجريشن، وبعد كده لو في اي مشاكل ثانيه ابدا حلها بنفس البروسيس. اوكي كده؟ طيب عشان تعمل ترابل شوتنج في عندي تصورين او تو ميثودز. اول حاجه انك تبدا من الاب من داون الاب، بمعنى انت بتبدا من فيزيكال كونكتيفيتي،
تشوف الهاردوير، تشوف الكيبلز، مش بيقول لك انا مش هخش على الانترنت. اول سؤال بتساله له كابل او العلامه بتاعت النتورك الموجوده تحت، تمام؟ عايز اقول لك خلي بالك انت وانت مني وانت بتتعامل في الترابل شوتنج الجزء دوت، انت هنا مش بتتعامل مع سيرتيفايد نتورك مش عارفه ايه، ولا بتتعامل مع مهندس، انت بتتعامل مع جنرال يوزر. طبيعي جدا ان هو يسالك ايه علامه النتورك دي فين، او اوصل لها ازاي. الناس فاهمه قصدي؟ دي بتحصل كتير جدا. او ان عندك توبولوجي تانية، سوري، او ترمينولوجي تانية في الترابل شوتنج، انك بتعمل ايه؟ انك بتست من الاول من الابلكيشن وانت نازل. انت هتستخدم ده وانت هتستخدم ده على حسب المشكله اللي عند اليوزر. الناس فاهمه قصدي؟ اليوزر بيقول لك لا والله ده انا عندي حاجات بتفتح وحاجات ما بتفتحش، كده معناه ايه؟ مني مفيش فيزيكال كونكتيفيتي، او مش بفكر الاول فيزيكال كونكتيفيتي. كده عندي كل حاجه قاطعه نتورك. لا انا ببدا الاول من ايه يا شباب؟ الفيزيكال كونكتيفيتي وانا طالع. اوكي؟ في حاجه ثانيه بقى، انك بتبدا على طول ايه؟ تحدد المشكله وتخش عليها على طول. تبان ان ايه؟ كونرا دي اللي هي طبعا ايه؟ السياسه ال طيب في حاجة تانية، إن أنا ممكن أستخدم إيه؟ كل الميثودز مع بعضها. ممكن لو بعض الأبلكيشن أستخدم أسيرش من إيه؟ من الـ higher layers للـ إيه؟ lowers أو العكس. طيب إذ أول حاجة بقى نتكلم عنها اللي هي جذرينج سيمبسون، بمعنى إزاي تقدر تجمع الـ information ديت. بيقول لي أول حاجة بنأنلايز الـ existing problems، شوف المشكلة الموجودة عندك إيه هي بالظبط. بعد كده شوف الـ ownership، يا ترى هي من عندي من جوه الشركه ولا جايه من بره. بمعنى اليوزر مش قادر يكونكت على سيرفر، هل دي مشكله النتورك كونكتيفيتي اللي عندي جوه شركتي، ولا مشكله في الاي اس بي؟ هبدا كام؟ لا ممكن ده او ده. اوكي طيب، لا المشكله عندي. بعد كده بيقول لي ابدا حدد السكوب او النارو سكوب، يعني فوكس بالظبط على حاجه معينه، على بوينت معينه. اوكي بعد كده بيقول لي ديترمينز السيمبتومز، بمعنى شوف بقى البوينتس اللي عندك او الحاجات اللي عندك، الداتا اللي فيها بالظبط او الانفورميشن اللي على الموضوع كله. اوكي بعد كده دوكيومنت الحاجات دي، سجل النقط او الحاجات اللي انت لاحظتها. انا عندي والله كذا وكذا، البنج شغال، مش عارف ايه الراوتر اللي في النص ده شغال، الجهاز مش عارف ايه، ممكن قد تكون مشكله في الكيبل او في الجزء الفلاني. طيب بعد كده لو المشكله اتحلت عن طريق الحاجات اللي انت كاتبها ديت، خلاص كده يبقى انت كده كتبت الايه؟ البروبلم بتاعها وخلصت ازاي؟ طيب لو عملت كل، لو انت كتبت كل النقط اللي عندك، عندي كتاب، بص يا شباب الراوتر دوت اللي قبليه شغال تمام؟ والبي سي اللي واصل على نفس الكونكشن بالسويتش شغال زي الفور، السويتش برضه شغال. طب في مشكله كده في الجهاز، جرب ايه؟ شوف الكيبل او شوف النتورك انترفيس كارد، منتهى البساطه تروح بكابل مثلا و لاب، جربت الاثنين شغال، فكده ايه؟ فتح كده ايه؟ اما في الكابل او في البي سي. اوكي خلاص الكابل شغال، يبقى مشكله في الجهاز عند اليوزر. تبدا بقى تشوف مشكله هاردوير فيلير، مشكله ايه بالظبط، تبدا تحلها. تمام كده؟ طيب لو انت عملت كل دوت المشكله ما اتحلتش، يعني انا رحت السويتش شغال عند احمد شغال، وجي عند محمد مش شغال، يبقى كده الكلام مش او جربت قلت الاول مش في السويتش، جبت الكابل ورحت شايل الكابل بتاع محمد وحطيت الكابل بتاعي واللاب بتاعي واشتغل، ما اشتغلتش برضه، اعمل ايه؟ يقول لي يبقى ابدا تاني، حدد مشكله تانية، يقول لي يبقى المشكله مثلا في البورت بتاع السويتش ده. اوكي طيب انا هوصل فلان ده، هبدل من البورت ده من البورت ده، هشوف الدنيا ماشيه ازاي، او وهشتغل واعيد من اول وجديد نفس الستبس تاني. طيب الانفورميشن دي بتجمعها ازاي؟ بيقول لي زي ما قلنا عن طريق البنج او تريس راوت او التلنت او الشو اي بي انترفيس بريف، كل الكوماندز احنا عارفينها طبعا، والشو راننج كونفجريشن، ممكن تكتب انكلود حاجات منها او تكسكلود حاجات منها، بس طبعا ده مش شغال في الباك تريس، ممكن نشوفها لما نخلص. والديباج او شو بروتوكولز، بتقول البروتوكولز المستخدمه زي الراوتنج بروتوكولز او كلها. خلي بالنا شو بروتوكولز سبيشال كي منها شو اي بي بروتوكولز. طبعا انك تسال اليوزر زي ما قلنا، انك تساله بعض الانفورميشن، وتخلي بالك طبعا ان اليوزرز كلهم ايه؟ مش عندهم يعني عامل اليوزر كده كلهم از ايه؟ لامب يوزر. اوكي؟ طب قال لي الاحسن بقى نجي لك اجابه صحيحه لسؤال غلط ولا اجابه خاطئه لسؤال صح؟ طيب بيبقى عندك بتجمع انفورميشن او بروفايد مونيتورنج، طبعا لازم يبقى عندك حاجه تمونيتور النتورك بتاعتك، او بعد كده تشوف الايه؟ البيز لاين. ممكن
تحط شويه حاجات تانية عشان تقدر تعمل ترابل شوتنج او التولز اللي بتستخدمها زي الان ام بي الان ام اس اللي هي نتورك مانجمنت سيستمز، زي حاجه اسمها هنشوفها الناب، والناب حاجات كتير هنتكلم عنها. النولج بيسز طبعا لازم يكون اللي بيعمل ترابل شوتنج هو الايه، هو الاكثر معرفه في النتورك بتاعتنا. وبيز لايننج تولز طبعا لازم حاجه تحدد بيها البيز لاين، والبروتوكول انالايزرز تبدا تست كل البروتوكول عندك او تشوف شغال ولا لا. اول حاجه هنتكلم عليها التولز زي الايه، النتورك مانجمنت سيستمز. سيسكو عندها حاجات، اتش بي طبعا، وكل فيندور عنده الايه شباب، عنده المونيتورز بتاعته والحاجات الخاصه بيه اللي تقدر تيست النتورك بتاعتها. نولج بيز طبعا لازم يكون اللي بيعمل او اللي هيبدا يشتغل عنده نولج معينه ويقدر يبقى عنده حاجات يرجع لها. بمعنى انا عندي مشكله مثلا، طبيعي جدا اي واحد مننا في حياته وفي شغله هيقابله حاجات ما شافهاش مهما كان هو سيرتيفايد ايه، طبعا بيفرق الليفل طبعا، لكن ايا كان لازم الاهم ان انت تبقى عارف المعلومه، انك تبقى عارف تجيب ازاي اي معلومه جديده. اوكي. وطبعا الفندرز، هو هنا بيقول لي ان الفندرز بيكونوا حاطين ايه طرق معينه ان انا اقدر اعرف او اعرف اي معلومات جديده. بيز لاين تولز يبقى عندي حاجه بتعمل لي جرافس كده بتقول لي والله البيز لاين بتاعك سي اللي بالاخضر دوت، والكرنت بتاعك اللي بالازرق، فانت عندك مشاكل في بعض الحاجات احسن او اسوء، تقدر تحدد النتورك بتاعتك ايه، امتى بتقل او بتزيد عن الريفرنس بوينت بتاعتك. اه طبعا كل ده سوفت وير بينزل على الاجهزه، بينزل على الراوتر او على البي سي، او انا عندي مثلا حاجه اسمها الفيجواليز بيعمل ايه، حاطط في الديت سنتر بتاعتي شاشات 50 بوصه بيجيب لي كل النتورك كل لاين، لو وقفت عليه يقول لي ماشي عليه داتا قد ايه دلوقتي، وده دي نوع ايه، وايه السورس وايه الديستنيشن، يجيب لك كانك بتديسكفر النتورك بتاعتك. لا الجي يو اي اللي هو الاس دي الاس دي ام، لا ده مش ده، ده ممكن يستخدم از يستخدم منه حاجات كده، بس انا بتكلم ان انت ممكن يبقى عندك حاجه بيز لايننج تولز مختلفه. تمام، هنشوف في الاخر اخر سلايد عندنا ممكن حاجه زي تيستر كده زي الافوميتر يجيب لك كل الكلام ده. الحاجه اسمها فيجواليز، سيسكو فيجواليز. اه بيجيب لك الكيبلز بتاعتك كلها، وتقف على اي كيبل يقول لك الداتا اللي ماشيه كذا وكذا، زي سنيبر ليه. قدامك شاشه كبيره وماوس واصل على كيس طبعا جهاز يعني، تمام؟ الشاشه دي متعلقه في الداتا سنتر، حاطط لك الكيبلز المهمه الكونكشنز المهمه على مش كل اليوزر بيبعت ايه، انت عامل كابل مثلا الشركه الفلانيه تبع مصر للطيران، الكابل الثاني بتاع المستشفى، الكابل الثالث بتاع التدريب مثلا وكذا بتاع الصيانه، الكيبلز المهمه تبدا تشوف لو البيز لاين بتاعها اقل عن كذا يديك الارت، تمام؟ لو حصل مشكله في السيرفر يبعت لك اسم اس مثلا، تمام؟ لو حصل حاجه مشكله في الباور، يعني الحاجات دي بتتوقع اجهزه طبعا وسيستمز واتصالات وكوميونيكيشن وحاجات كتير فيها، تمام؟ هو لو انا عندي مثلا سيرفر زي ال دبليو دي اس اللي هو دبليو ساس اللي هو بتاع ويندوز ابديت ابديت سيرفيس، لو نزل ابديت لفايل معين مثلا بيبعت ايميل وبيبعت للمانجر بتاعنا اس ام اس، تمام؟ ايا كان على حسب طبعا الكوست انت بتشوف هيبعت مين ايه، او الالارتس بتاعته يعني. بروتوكول انالايزرز اللي هو بتبدا تحط ايه حاجات تفلتر الترافيك وتعمل ريبورتنج زي الوايرد شارك او اي برامج بتاعه السنيفر. اوكي. النتورك اناليسيس موديول، بعض الحاجات او بعض الموديولز اللي هو زي الموديول قدامنا دوت، ده سيسكو عاملاه من خلال الاس بي ام، بقدر اخش عليه اشوف ايه، اشوف الترافيك بتاعي عن طريق الايه النام. النام قلنا اختار ايه، ما قلناش النام لسه، ما هي النام اللي فوق على فكره السلايد اللي هي النام دي، نتورك اناليسيس ايه موديول، موديول سوري، ده الموديول او حاجه بتركب في الراوتر بتاعنا زي السيريال موديولز اللي كنا بنركبها او السويتش موديولز، بتقدر ايه عن طريق الاس دي ام تديني الايه اناليسيس للترافيك بتاعك. ده المالتي ميترز العاديه تيسترز، نعم لا ده موديل، ده موديل اه ده اب، وده عادي جدا، ده بيشوف الايه ريدندنسي او ريزيستنس او حاجات بتاعت النتورك بتاعتك، ريزيستنس سوري ريدندنسي، تمام. والكيبل تيسترز بتاعتنا بانواعها وبدرجاتها، اه طبعا احنا مين العادي خالص اللي هو بيبقى اقل من الاخضر ده، فين الاخضر؟ مفيش نقطه، شايف حاجه خضراء؟ انهي ده؟
امال ده يبقى كام؟ ده كان بكام؟ ده كان بحوالي 1800 دولار. $1800 يعني 20,000 ضغط بيجيب لك اللي ماشي جوه. تمام؟ بتعمل ايه؟ بيقول لك انت عندك مشكله مثلا من هنا لحته ثانيه، بيقول لك القطع في الحته الفلانيه كذا كذا كذا، وبعض الحاجات بتقول لك الهيستوري بتاعه كان ماشي ازاي. وده زي ما قلنا دي حاجه بت ايه؟ ده البورتابل نتورك انلايزر. اي حصل مشكله عندك وصل الكابل، حط الكابل في البورت بتاع الجهاز دوت، هيجيب لك كل حاجه. ده شوفوا بقى، خش اعمل تيست عليه على ايه؟ 5 جنيه.